بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتحدث اليوم إن شاء الله في سورة سبأ ابتداء من الآية 46 47 48 49، نحاول يعني ما نتوقفش كثير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. والآيات اللي بعدها، لما ندرس السيرة وحتى القرآن الكريم يصرح إنه قريش كانت تتهم الرسول صلى الله عليه وسلم شاعر ساحر مجنون يعلمه بشر، شو كمان؟ كاهن. طيب، هو لما يقولوا شاعر يعني بقصدوا معناته الكلام اللي كانوا بيسمعوا منه بليغ، يعني هذا اعتراف بأنه الكلام بليغ فبيقولوا شاعر. مين اللي بيقولوا شاعر؟ العرب اللي كانوا مشهورين يعني في قضية البلاغة. طب هم قالوا شعر ولا ما قالوش؟ لا يعقل إنه القرآن يتلو على مسامعهم إنهم بيقولوا إنه شاعر وهم مش قايلين، بشك؟ طيب ما هو بيعرفوه عمره 40 سنة لم يقل شعر. ودائما الناس على فكرة الشباب هم اللي دائما بيحاولوا يظهروا بقدراتهم، مش بعد ما يصير 40. لو بتستخدموا العقل، طب من 40 سنة يعني قال شعر مثل ايش يعني؟ طب ما هو واضح انه ابلغ العرب، مش هيك؟ طيب قبل سن 40 يفترض انه كشاب ابن 20 وابن 30 يكون بده يعني يظهر في مجتمع بقدر البلغاء بشكل وبقدمهم، وما فيش. فجأة صار بليغ. انتوا بتقولوا شاعر معناته شاعرين انه الكلام بليغ، بتقولوا ساحر معناته في شيء بالنسبة لكم مش معتاد، وإلا ليش بتقولوا ساحر؟ في شيء خارق لما هو معتاد، زي ما تبدو خوارق السحرة أحيانا بالنسبة لباقي الناس. بقولوا يعلمه بشر، هذا دائما على فكرة التهمة. أنو بشر؟ طيب أنو بشر اللي بيعلمه؟ وليش ما يكون هالبشر هو اللي صاحب هالرسالة ما دام عنده هالقدرات؟ هالبشر اللي من وراء ستار مثلا. هم كانوا محتارين ايش يقولوا، حتى إلى درجة انه بعضهم نسب او زعم ان هذا البشر مش عربي أخرى، والكلام بليغ وعربي في غاية البلاغة في اللغة العربية. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي عربي مبين. طب هم محتارين، ولكن كل تهمة من هذه التهم بتدل على أنهم هم مشان هذه التهم أو الشبهات اللي توضع يعني يتقبلها المجتمع. ومن ضمن هذه الأمور مجنون، لأنه اللي يتكلم أنه يخاطب من قبل مخلوقات غيبية ويأتيه وحي السماء وهذا غير معتاد، معناته يبدو أنه مجنون مجنون. طيب
مثل هذه الشبهات على فكرة في كل عصر ممكن الناس اللي بيقاوموا الدين خصوصا لما يعجزوا عن مقاومة الفكرة والدليل والبرهان والحجة ويكونوا صغار أمام الحجة اللي تقدم والبرهان بيبدوا يروحوا لإيش؟ للتشويش باتهامات وشبهات، زي ما بتلاحظوا الآن لما الإسلام بدأ يقتحم في كل مكان بتجدهم مش بدهم يناقشوا الفكرة الآن، بيبحثوا عن شبهات، بيكذبوا كمان فيها، بيكبروها، بيعتمدوا الضعيف أو الموضوع أو السيرة اللي لم تثبت إلى آخره. المهم بس ما بواجهوش القرآن مثلا مباشرة أو ما صح من السنة مباشرة، تمام؟ هذا إذن في كل عصر، هذا بدل على ضعف في مواجهة الفكرة ومواجهة الدليل والبرهان اللي يقدم، وإلا المسألة جادة. طالما جادة تفضلوا يلا هاتوا نشوف نناقش. لا، هذا ديدن أهل الكفر والضلال والمتنفذين وأصحاب المصالح في كل عصر من العصور، إنهم بيحاولوا يثيروا شبهات حول الفكرة اللي بتقتحم. طيب، ولذلك أكثر فكرة، إذا صح تعبير فكرة بهمش، يثار حولها شبهات في العالم كله هو الإسلام. ليش؟ لأنهم شاعرين بخطورتها على عقائدهم وفلسفاتهم وشرائعهم، ولأنها الفكرة الجادة اللي بتقتحم، وهم ملاحظين أنها بتقتحم في كل مكان. كيف لو كانوا المسلمين هم اللي بيمتلكوا الآن المدنية والعلوم والقدرات المادية ومسلمين كمان، كيف بيكون اقتحام الفكرة الإسلامية؟ ما هو اليوم على فكرة هم ممكن يشوشوا على الإسلام بأنهم يقولوا تفضلوا شوفوا المسلمين، ومع ذلك المسلمين لما صاروا الآن متعلمين ومثقفين وقادرين على التواصل مع الأمم الثانية، الفكرة الإسلامية بتقتحم. فيش فكرة في الدنيا كلها تقتحم كما تقتحم الفكرة الإسلامية. طيب، ولذلك كل ما المسلمين الآن كما قلنا تطور وعيهم وعلومهم وأصبحوا قادرين على التواصل مع الأمم المختلفة انتهى، وهذا اللي عم بصير الآن. ومن هون هذه قضية الطبول وعرض العضلات، طبول الحرب وعرض العضلات والتآمر وكذا، في محاولة وقف زحف الفكرة والدين الإسلامي اللي بيهدد مصالح الطغاة. ما هم أصلا متجبرين بالنسبة لشعوبهم كمان، كيف الرومان القدماء والفرس وقولهم ما أقدمكم علينا، أنتم يعني بحاجة لأموال نعطيكم، لا لا لا، شو قال له الصحابي؟ جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله، من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، من ظلم الأديان إلى عدل الإسلام. مستوعبين الفكرة تمام، وهذولاك مستوعبين وبدركوا الخطر، ولذلك حاولوا يعرضوا الفرس مثلا، يعرضوا مصالحة بلاش منه هذا، وبدكم أموال بنعطيكم وإلى آخره. طيب، هذه المساومات موجودة كمان لمين؟ للطغاة المسيطرين وبمتصوا دماء الشعوب. طبعا معنيين يحجزوا الناس عن الفكر الحق والفكرة الحق. الآن هون الآية 46 من سورة سبأ، قل، يعني قل يا محمد، قل لهم، قل إنما أعظكم بواحدة، بديش أطول عليكم ولا أفصل، موعظة واحدة، نصيحة واحدة، خصلة واحدة، قل إنما أعظكم بواحدة. هات، إيش الواحدة؟ أن تقوموا لله، هاي أول قضية، تكونوا متجردين من أجل الله، لأنه هو غالبا في مقاومة الحق بكل أغلبهم مش متجردين لله، متجردين لمصالحهم، لشهواتهم، مراكزهم،
مش هيك؟ وهذه تقريبا صعب حدا يقول لك لا. طيب بدي انا اقوم لله. لله الا لله الذي خلق. حتى الملحد ما هو بيبحث موضوع الله. مش هيك؟ طيب. بس واحدة هاي النصيحة الموعظة، أن تقوموا لله يكون قيامكم وجهدكم واجتهادكم في البحث عن الحق من أجل الله، مش من أجلي أنا كأنه بدي أقول لك، ولا من أجل جماعة بعينها ولا إلى آخره، إنما هو لله. طيب هذه غالبا على فكرة عند أكثر الناس، تمام، ما دام المسألة لله. طيب من أجل الله، من أجل الوصول إليه، من أجل الحقيقة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. مثنى اثنين اثنين، كيف لما قال بالنسبة للنساء مثنى وثلاث ورباع، يعني ثنتين ثنتين، ثلاث ثلاث، أربعة أربعة، يعني هذه حالات. طب والوحدة، والوحدة هذيك ما هي الأصل للوحدة؟ الزوج الواحد الأصل. احنا سبق قلنا انه لو في المجتمعات البشرية لو 50% رجال 50% نساء، كيف بده يتزوج الواحد ثنتين؟ كل واحد حتى يتزوج كل واحد ثنتين هذا لازم يكون 66 وست أعشار نساء و33 وثلاث أعشار رجال حتى يكون يعني قاعدة. لا، هو مش ممكن هالكلام. هذا إذا ثنتين بس، كيف لو ثلاثة وأربعة؟ قديش بده يكون الرجال 80 والنسوان النساء 80 والرجال 20؟ لا، ما هو غالبا في الحالات المستقرة 50-50 تقريبا، وإن كان بموت من الزلام أكثر، مش قضية في الطشات يعني. فهون إذن شو معنات مثنى ثنتين ثنتين، ثلاث ثلاث ثلاث، ربع أربعة أربعة، أن تقوموا لله مثنى يعني اثنين اثنين. هل المقصود اثنين اثنين؟ أكثر أهل التفسير نعم، خصوصا على ضوء آية إيش؟ مثنى وثلاثة وربع، إنه اثنين اثنين، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، هاي حالتين اللي بدنا انكم تفكروا فيهن. يعني 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 بعيد عن مؤثرات المجتمع وما يطرح في المحافل العامة، مشان نحرركم من اي سلطة للمجتمع عليكم. وغالبا كثير من الناس بنساقوا لايش؟ للرأي العام، وبقدروش اصلا يعبروا عن حقيقة قناعاتهم على مسمع من الجماهير، والجماهير لهم تأثير، وصوت الجماهير والهتافات والشعارات مسيطرة وبتسير الناس، تمام؟ لا، انتم بدكم التهم هاي تعرفوا توزنوها بعيد عن الشعارات والمظاهرات والمحافل والطنطنات والطبول اللي تطرع. بعيدا عن كل هذا ننصحكم بواحدة، أولا تكونوا متجردين لله، أن تقوموا لله على أي صورة وأي حال. مثنى اثنين اثنين، بديش أروح الآن للاحتمالات في كلمة مثنى، بدي أتبنى فقط هاي اثنين اثنين، أنت وصاحبك، أنت واللي بتثق فيه، أنت هاي مثنى اللي بتشوفه ممكن يأخذ ويعطي معاك، ناقشوا الفكرة انتوا اثنين. وعلى فكرة لما يكونوا اثنين ويناقشوا بعض غالبا بكونوا يعني سهل جدا يتنازلوا لبعض، لانه الانسان وين بيركب راسه مش مستعد يتنازل امام الجماهير ويبين قال انه مهزوم ويبين انه فكرته هي الضعيفة. اما دايما اثنين بين بعضهم سهل جدا ايش؟ والله كذا، ولا غالب ولا مغلوب. ما احنا ما هي هذا مش شو بيسموه البرنامج اللي في هذا؟ اتجاه المعاكس والرأي والرأي الآخر، وهيك قدام الجماهير بصير في الأخير بكونوا مع بعض، في الأخير بكونوا
وين الأفكار؟ طب ليش قاموا على بعض؟ ها؟ لا لا لا، هاي خليها تكون بريئة هاي القضية. وهذا دير بالك من بعطيك المنهج الآن. طيب أن تقوموا لله مثنى، اثنين اثنين، أنت وياه بتقعدوا بتناقشوا الوضع، بتشوفوا وين توصلوا. مثنى وفرادة، جمع إيش؟ فرد، فرادة. طب إيش الفرد على فكرة؟ الفرد هو الواحد، يعني دققوا معي، الفرد هو الواحد. لا، حتى نقول إنه فرد لابد أن يكون واحد غير مقترن بغيره، غير مقترن بغيره، لأنه الفرد فيها اقتران. لا عفوا، يعني لاحظوا الفردية شو يقابلها؟ الزوجية، والزوجية فيها اقتران. شو يقابل الفرد؟ الزوج. شو يقابل الفردي؟ الزوجي. في عالم الأعداد شو اللي يقابل الفردي؟ الزوجي. طب الزوجي اقتران، في اقتران، الفردي كأنه لوحده دون اقتران. إذا هذا اللي مميز شو معنى فرد، يعني إيش بيفرق عن الواحد. بديش أدخل الآن في موضوع الواحد، ولكن خلينا بقط في الفرد. هو واحد صح، الفرد هو واحد، ولكن أي واحد؟ الواحد اللي ملوش اقتران بغيره. ولذلك لما يروح لوحده في الدار كان قال قلنا منفرد في البيت. شو يعني منفرد؟ فيش مع أحد، فيش مع أحد، تمام؟ أما واحد أو ما واحد وحيد عصره في العلم، هذا يعني متفرد في العلم بين الناس وما بحثناش الاقترانات. بس فرد معناته مش مقترن. طيب أن تقوموا لله مثنى، وإحنا سبق إذا بتذكروا في قضية المثنى والسبع المثاني، نذكركم شوية لما تحدثنا في السبع المثاني. الثني شو هو؟ قلنا هذا المثال اللي ضربنا إذا بتذكروا، قلنا الثني عطف شيء على شيء. كيف لما تثنوا الثياب؟ عطف شيء على شيء، معناته عطف شيء، أو مش بهذه الطريقة، أو بهذه الطريقة الانصراف. إذا الانعطاف كان بعيد، هذا الانثناء، انثنى عن. مش أحيانا ينثني الإنسان عن فكرته، بيبعد معناته. إذا الانثناء بيكون إما بهذا الشكل الانعطاف إلى، أو الانعطاف عن. وتحدثنا وقتها في معنى مثاني، إذا بترجعوا لها للي بتحب، السبع المثاني لما شرحناها. طيب إذا مثنى، إذا هون في واحد وكمان واحد، إذا في اقتران اثنين. في الآن علماء ذهبوا أكثر من هيك في الموضوع، بديش أذهب لقولهم في معنى مثنى، بكفي هذا. أن تقوموا لله مثنى وفرادى لوحدك، ولاحظوا قدم مثنى، قدم مثنى، لأنه أحيانا بحاجة الإنسان مع غيره. بعدين على فكرة لما بقعد بينه وبين نفسه على ضوء المناقشات السابقة وما طرح من أدلة بينه وبين زميله وتلاقحت الأفكار، ممكن يجلس ويفكر الآن مش راح يخجل من حدا. هو أولا متجرد لله، الآن ناقش الفكرة مع صديق له، مش بس صديقه هذا، ممكن كمان الصديق الثاني يقعدوا مع بعض، وممكن الصديق الثالث يقعدوا مع بعض، وممكن بعض أهل العلم والمختصين يسألوا. هيك بكون في بينهم الأمور منفتحة تماما، وجو أخوة، وما فيش أي أحقاد ولا في خجل، ولا في خجل من طرح الشبهة وإنه أنا هاي فاهمها وهاي مش فاهمها. لأنه في ناس على فكرة بكون عندها كبر أمام الناس إنها تظهر مش فهمانة وإنها غلطانة. الإنسان إلا يكون فيه كبر، سواء صغير ولا كبير. الآن ثم تتفكروا، شوفوا هالتهم هاي اللي يتهم فيها إن لو ناقشناها إيش مثلا. هون التهم اللي طرحها القرآن
هون بالذات في هاي الآية ترى المجنون. هي ليش طبعا قريش ذهبت إلى موضوع الجنون؟ لأنه العرب بيعرفوا الشعر. تطلع تنظر في القرآن على فكرة لا يشبه لا شعر ولا نثر. اللي بيعرف زي مين على فكرة من العرب اللي يعرف تماما؟ الوليد بن المغيرة لما سمع قال لك شو هالكلام. بس الوليد مع الرسول اقتنع اثنين، بس لما روح عندهم لما صار في المجموع بطل الوليد وهو والرسول وتكلموا مع بعض. الزلمة ايش قال لك؟ والله شو هذا. بس لما رجع لقريش وصار في جو الجماعة اختلف وضعه. وقديش في ناس منتمين لأحزاب والجماعات بيستحي انه ينثني ويعلن اني انا في منهم جريئين. كان قال لك ابدا انا صحيح الى 50-60 سنة بس هذا كله كلام. بس قديش يعني في منهم اللي بتجذب هالشكل بوصل في الاخير. طبعا ثم تتفكروا، لانه صار عندك خلاصات الان. اذا اثنين اثنين مش بالضرورة انه بس واحد يعني، لا ممكن تكررها اثنين اثنين. هاي نصيحة كمان، مع هذا مع هذا ومع هذا ومع هذا ومع هذا، اثنين 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 حتى لو كانوا 100 في النهاية. وتفكر انت برضو، ما هو انت لابد يكون لك رأي وتبحث الموضوع، وهذا بيطور عندك قدراتك في التفكير. والانسان على فكرة كل ما فكر كل ما توهج صار في توهج. التفكير نفسه على فكرة بينعكس حتى على قوة أعصابك. مش التفكير يعني الهموم، مش الهموم، التفكير في العلم. هذاك الهموم ممكن يدمر الأعصاب، الهموم ممكن يدمر الأعصاب، لكن التفكير في العلوم وكيف كيف حل هاي وحل هاي هذا بيطور. والجهاز العصبي عندك بتوقد، وثبت انه هذا يرتقي بالإنسان، وبصير قابل انه ايش يستلهم أفكار الآخرين حتى. طيب ما بصاحبكم مين؟ طب ليش ما بصاحبكم؟ ليش ما بمحمد؟ لا، ما أنتم بتعرفوه، لأنه لما بتصدروا أحكام طب درسوا تاريخه، ما أنتم بتعرفوه. وهذه ديروا بالكم، ها هذه مهمة. لما تصير في تهم لأشخاص أو جماعات أو نرجع للتاريخ. التاريخ بيساعدنا نشوف انه هذه التهم في محلها. انتبهتوا؟ اذا شو يعني ما بصاحبكم؟ ما في مصاحبة، ما انتم بتعرفوا، لبثت فيكم عمرا من قبله. تمام؟ اذا انتبهنا كل كلمة وين موضوعها. ما بصاحبكم من جنة. وسبق قلنا انه جننة في اللغة العربية لما بدك، او جنة او جننة بدك تأخذ منها تشتق منها، غالبا ما اشتق من جنة او جننة فيه معنى المواراة والتغطية والاستتار. التغطية، المواراة، الاستتار اكثر ما اخذ من جننة. فلما تقول الجنة سميت جنة لأنه أشجارها كثيفة تغطي أمرين، تغطي من يدخل في داخلها وتستره، أو تغطي الأرضية من كثر كثافة الأشجار والأغصان، فسميت جنة. غير عن الأرض البور المفتوحة هيك مكشوفة هي واللي بيمشي فيها، ولكن اللي بيدخل في الجنة يستتر، وأرضية الجنة مستترة. وأما الجنين فمستتر وين؟ في رحم أمه، فجنين هيك استتار. وأما المجن اللي كانوا يستخدموه في التترس لأنه فيه وقاية وستر. والصوم جنة يعني الصوم وقاية وستر، مش هيك؟
وإيش كمان؟ والجن فلما جن عليه الليل، لأنه الليل شو بيعمل؟ بغطي وبستر، جن عليه الليل. والجن إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم مستترين. تمام؟ طب والمجنون؟ المجنون تغطى على عقله، تغطى على إدراكه، الله يستر عليه في عقله، انستر عقله، ما عدناش نشوف عقل. وين راح العقل؟ طب الجني فيه لا جنى غير عن جنة، جنى هذيك بتيجي بعد جنة في القاموس القرآني، جنى زي جنين محصول مثلا، جيم نون وألف مكسورة، هذه بتيجي بعد في القاموس القرآني بعد جنة، لأنه في اللغة الألفاظ اللي وردت هنا فيه فيه جمع وفيه قطف وفيه مش طبعا، لأنه إيش شو الفعل الماضي اللي بنرجع له، فلذلك قلنا جنة أو جننة مش جنا. تمام. طيب فالمجنون إذن مش يعني من الجن اللي هم المخلوقات المكلفة، وإنما لأنه عقله مستور، لأنه برضو الجنة مش من الجن، والمجن مش من الجن، والجنين مش من الجن، والمجنون مش من الجن، مغطى مغطى على إيش؟ على إدراكاته، وكأنه عقله استتر توارى، مش قلنا التغطية والمواراة والاستتار، هذا المجنون. وإن كان في اعتقادات عند بعض الناس إنه سبب الجنون الجن، وإحنا سبق قلنا لكم، وهذا من الأمور اللي تدهشك أحيانا، أن نجد بعض أهل التفسير بفسر هذه الآية على غير وجهها، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وإحنا سبق قلنا إنه من هنا سببية، كيف لما نقول مات من الجوع يعني مات بسبب الجوع، مات من العطش مات بسبب العطش، إذن من سببية. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، بسبب أنه ممسوس. طب مات من الجوع، المقدمة إيش؟ الجوع، والنتيجة الموت. يتخبطه الشيطان من المس، المقدمة المس والتخبط نتيجة، فليس الشيطان هو سبب المس، إنما الشيطان يتخبط من به مس. طب ليش سموا الجنون مس؟ ما هو مش موضوعنا الجنون اليوم، إن نخوض في الموضوع، ليش سموه مس؟ تمام؟ لأنه في الغالب في شو بصير معنى من الجنة إذن والناس؟ ما هو الجنة برضو لأنهم غايبين، يعني هي جمع تانية للجنة. جمع آخر. إذن ما بصاحبكم، ما نافية طبعا، من جنة، مش زي ما بتزعموا مجنون، ولا إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. لأن الناس على فكرة مرات بدها هز، وأكثر ما بيجعل بعض الناس ممكن يقول لك طيب ماشي ممكن احنا نفكر في الموضوع ممكن ندرس، لما يشعر انه دير بالك، يعني ما هي في النهاية، في النهاية اذا انت طنشت دير بالك في مصير. فالتخويف بلزم للبشر على فكرة، معنا سبق قلنا يجب ان يكون الانسان دائما بين الخوف والرجاء، لازم يخاف، لا مش ولا وإلا بتغطرس فهون وبتكبر. اذا طيب الآية اللي بعدها، قل شوف الآيات على فكرة هاي الأربعة، كل واحدة فيهم تبدأ قل، قل إنما أعظكم بواحدة، بعدين اللي بعدها قل ما سألتكم، قل ما سألتكم من أجر
فهو لكم. يعني إذا أنا سألتكم على هالدعوة هاي اللي جيت فيها أجر، أنا متنازل عنه إلكم. طبعا ما هم سألهمش، هم بيعرفوا أنه ما سألهمش أجر، ولا طالبهم بأكثر من الإيمان، ولا طالبهم بأكثر من الإيمان. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. خلص. يعني إذا أنا سألكم مصلحة هاي مرجعها لكم. وهذا دير بالكم مهم جدا بالنسبة للدعاء إلى الله، والناس اللي بقصدوا إنهم يقنعوا الناس بدين الله الحق. كل ما كنت بعيد عن المصالح وإنك مستفيد في دعوتك وجهدك، كل ما الناس اقتنعت أكثر. دققوها. وإذا الإنسان بطلب الدنيا في دعوته إلى الله بضعف فكرته. أنت مخلص للفكرة ومؤمن فيها، أنت بتدفع من أجلها، أنت بتدفع من أجلها. فبالتالي وتقريبا نوح عليه السلام شو قال؟ ها؟ في كل ما سألتكم عليه من أجل ما أسأل. إذا هو مسأل. نوح قالها، هود عليه السلام قالها، صالح عليه السلام قالها، لوط عليه السلام قالها لقومه، بسألكم مش أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. بشيك بالنسبة للأمر. إذن والرسول ما سألهمش. هون إيه؟ قل ما سألتكم من أجر إذا كنت سائلكم فهو لكم. إذا بتتوهموا يعني إنه بدي أجر، يم برجع لكم. برد أكرر، الناس اللي بدهم يدعوا إلى الله سبحانه وتعالى لازم يكونوا بعيدين عن إنهم مستفيدين. كل ما كان بعيد عن هذا الكلام، تمام، كلمته تقبل وتقدر من قبل الناس. ولذلك ركزت الأنبياء على هذا الكلام في تذكير أقوامهم، ما بدنا منكم شيء. إن أجري إلا على الله. قل، وفي ناس قرأوها بهذا الشكل، لاحظوا، قل ما سألتكم من أجر، هي صارت نافية. قبل شوي شو قلنا؟ بمعنى الذي، ما سألتكم من أجر فهو لكم. في علماء قالوا لا، وممكن تحتمل برضو تكون نافية. كيف؟ قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. الدين هذا اللي أنا جايبه والقرآن هذا لكم، وأنا مالي. هذا على النفي. كيف مرات بتكون ممكن في معاني، بس طبعا يذهب الذهن بالدرجة الأولى على الكلام الأول. إذا فهمنا كيف ممكن تكون نافية، قل ما سألتكم من أجر ما فهو الدين والقرآن لكم، هذا لكم أصلا. هذه كيف لما واحد جايب لك رسالة من عزيز عندك ودق على الدار عندك وبدي يقدم لك الرسالة، أنا مش طالب منك تدفع، هذه إلك، هذه الرسالة إلك، تمام. هيك فهموها بعض. كل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. بديش أتوقف هون عشان شوف اللي بعدها. قبل هيك القت، لو أخذنا الشيعة كمثال، الشيعة معظم المراجع أغنياء. ليش؟ لأنه
الخمس اللي بيدفعوه الشيعة كل سنة وين كان يصب؟ ولا يزال في حجر المرجع. ومنين بدأ فكرة؟ في 260 هجري، 260 هجري لما توفي الحسن العسكري الإمام الـ11 عند الشيعة وليس له ولد، وعلى فكرة كبار علمائهم بيعترفوا إنه ليس له ولد، ثم يستنبطون منطقيا، ثم يستنبطون منطقيا، أما هو إنه مات وليس له ولد معروف، وراح عند القاضي وقال له أنا ماليش أولاد معروفة، وقال له ميراثي بروح لكذا معروفة، بعد ما مات طلعوا له بولد اللي هو لحد الآن عايش، وهذا اللي بيفسر ليش عايش ألف من 260 هجري اليوم، لأنه ما انولدش، مش بيستنوه قاعدين، ما هو لأنه ما انولدش. طب ما هو أبوه، ما أنتم بتكرروا أنه أبوه لم يعرف له ولد، وأنه راح للقاضي ومعروف وقال له أنا ماليش أولاد وميراثي بروح لكذا، تمام؟ وبكروا علماء الشيعة بهالكلام. لكن في أربعة هذول أجوا ورا بعض، كل ما مات واحد بيجي واحد، قالوا الإمام غايب ابنه اللي هم اخترعوه، وإحنا وكلاؤه، واللي بده يدفع للإمام الخمس وين بيجي؟ عنا. صوروا خمس أكم من ألف بيدفع لهم الخمس كل سنة، إذا ما كانش ملايين البشر. مات الأول، مات الثاني، مات الثالث، الرابع كأنه أبصر شو قصته، مات فجأة بجوز، بعدين بطل في سفراء، هذا كان اسمها الغيب الصغرى، بعدين دخلت الغيب الكبرى. وأجولي المراجع عبر الأجيال لحد اليوم، على فكرة المراجع بقتلوا بعض، بقتلوا بعض. ليش؟ لأن المسألة فيها ملايين ومليارات، اليوم ما عادش ملايين، اليوم عادت مليارات، لأنه وين لازم تصب الأموال؟ في، وبعدين هو بتصرف المرجع، هو بتصرف كيف بده ينفق، ومين بعطي ومين ما بعطيش، عليه رقابة ما فيش رقابة، الحكومات فيها لها رقابة، وفي وزارة مالية وفي مدققين، طبعا بقصد الحكومات اللي بتمثل شعوبها، أما عندكم انسوا، يعني الشعوب العربية هاي كلها متسلط عليها من طغاة، هذا كلام، حتى الوزير اللي بيقول لك وزير مالية ينسى الكلام. ما انتوا شايفين، ما انتوا شايفين كيف بيعبثوا بالمليارات، بيبيعوا الأمم. طيب، وبالتالي كثير من الشيعة الآن بتشككوا، لأنه هذول المراجع ممكن حتى مش مؤمنين بالله، بعضهم يكونوا وما يلبسوا كذا وكذا، إذا بتجيب مليارات ليش لا، إذا بتجيب مليارات ليش لا، وممكن يصير تآمر وقتل المراجع وبين بعضهم وتفاصيل، وأنا وبصيروا يخترعوا، وأنا اتصلت بالمهدي وقال لهم قلت له، أي شيء عجب، وبراهنوا على تخلف الشيعة. لذلك الشيعة فكرة كل ما تعلموا كل ما أصبح الاثنى عشرية في خطر، لأنه بنكشف كل شيء. ولذلك أنا لاحظت أنه في واحد اسمه أحمد الكاتب، أحمد الكاتب هذا كان من علمائهم ومن مؤيدي الخميني، هو عراقي أصلا، وكان في قم وكان في العراق برضو، التفاصيل طويلة. الرجل ديروا بالكم الآن له على اليوتيوب، مع أنه في له كتاب، هذا الرجل أنا بتصور راح يدمر الشيعة الاثنى عشرية. ليش؟ لأنه يتكمل، يتكلم من الداخل، يتكلم من الداخل وبيقول لك تفضلوا وجاوبوني بكلهم، هينا ما هم بيعرفوا ودرسوا ودرسهم وتفاصيل، وهيو وهي شو بيقولوا مراجعنا، وهي هاي وقضية إمامه أصلا لم يولد، وهي الدليل أنه لم يولد، وكيف بتقولوا يولد، وقايمين كل هالدين على قضية واحد إلى آخره. اسمه أحمد الكاتب، موجود له الأول شيء له كتاب اللي دمر فيه تقريبا العقيدة الشيعية، ولا يزال شيعي، ها لا يزال شيعي، هو اللي هو تطور، وموجود سبق قلت لكم عنه، موجود على موجود على الانترنت يمكن تنزيله، تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه، تدرس تجده بدمر الفكرة،
كله. وهو بيقول اصلا هاي الفكره هي اللي مفرقه المسلمين واللي قايمه على اوهام، وانه اذا زالت بتوحدوا المسلمين. والان الرجل له على اليوتيوب مثلا في له احمد الكاتب يتذكر 1-2 لعند اظن 32 31-32 تذكر، بروي لك قصته وبروي كيف قضيت كتابه وكيف انه راجع المراجع وما ردوش عليه ولا ناقشوا الفكرة ولا لا. اذا موجود على اليوتيوب، مش طويل على فكرة كل حلقة، احمد الكاتب يتذكر. بعدين في له برنامج بتم فيه بتجيب عن اسئلة. بس ما يعني هذا الكلام اللي بقوله الان، ما يعني، وبوريك كيف انهم مستفيدين اصلا، وبوريك الخمس وما خمس، واقول لي ما له اساس كمان الخمس، اخذ 20% من اموال الناس كل سنة. المهم فهون بتعرض له كل هذا ومن مراجعهم باعتباره اصلا هو من الداخل اللي يتكلم وعارف، وبعطيك الصفحات وبعطيك العلماء اللي بيقولوا ومراجعهم. طيب تكتشف انه كله كلام، ولذلك هذا خطير كثير على الفكرة الشيعية، لانه الشيعة ممكن يسمعوا له، والمثقفين منهم اللي عندهم وعي بده يناقش المسألة. والله وين؟ وحتى في مراجع فكرة بتكتم إيمانها شو يعني؟ تتظاهر بالإيمان وهي عارفة أنه كلام. طب ليش؟ المنصب والمليارات، ما انتو شايفين؟ ما انتو شايفين الحكام اليوم بقتلوا شعوب من أجل المنصب. طب كيف هذول يعني؟ كيف؟ ولذلك هرقل في زماناته، هرقل ما هو عجب بده يختبر القساوسة، هرقل يعني بدي أقول لهم يعني مبين الزلمة نبي. فلما طرح عليهم بغض النظر كيف كان الكلام الآن، بدوا إيش؟ بدوا يتحركوا يعني ويرفعوا صلبانهم، وعرف إنه المسألة إيش؟ جدية. قال لهم لا، أنا بدي أختبركم بس، بدي أختبر إيمانكم يعني. وظلوا على ما هو عليه ولا ببطل الإمبراطور، ببطل الإمبراطور. لكن النجاشي لا، النجاشي قاتل اللي قاموا عليه. طيب هذا الموضوع ثاني. هون فهذه واحدة جيد انه ننتبه. مع ذلك ايش حكيته؟ مع ذلك مش معناته افكار الرجل انا بايدها، يعني ممكن تجي عنده افكار محترمة وممكن نخالفه، يعني ما يظنوش انها تزكية، هاي ما يظنوش انها تزكية خصوصا في مواقفه السياسية. لا، هذا مش تزكية له، لكن هذا بالنسبة للشيعة هذا راح يضرب الشيعة ضربة قاسمة. الاثنى عشرية كيف؟ هو بقول لك اصلا هذا هو الطريق لتوحيد المسلمين، هذا اللي فرق المسلمين اصلا، الاوهام هاي. طيب واحد ثاني يبدو كاين مجنون كاين مجنون اللي هو ميرزا غلام احمد، هذا اللي توفى 1908 اللي الاحمديه، الدين الاحمدي اللي القاديانيه، يعني اللي تفرعت عنها الاحمديه القاديانيه، لانه اصلا وجد في قاديان، تفرعت عنها الأحمدية. الآن هذا الرجل ممكن يكون على فكرة عنده خلل. مرات في بعض الناس خصوصا اليوم في علم النفس ممكن بعض الناس يكون عندهم يعني حالات نفسية، نقول لا يدركها إلا المتخصصين، حالات نفسية لا يدركها، ولكن من خلال مراجعة أعماله الفكرية وأقواله ومواقفه تعرف. عارفين شو معنات إذن يجلس ويفكر؟ طب نشوف كلامه، نشوف مواقفه، نشوف أخلاقه. والأخلاق على فكرة أكثر ما يؤشر إنه مش مجنون. كل ما شفته إنسان ملتزم أخلاقيا يعرف إنه أبعد ما يكون عن حالات نفسية
وعن الجنون. لذلك نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فهي أكبر رد، لما يكون خلق هذا ما بتوافقش، ما عنده خلل وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا. احنا عم نشوف اللي عنده حالات بيخرج على الخلق وبيخرج على الدين مش هيك؟ كل اللي عنده حالات مش ممكن يلتزم دايما وتجده أخلاقي دايما. إذا احنا بنشوف أخلاقه، بتقوله مجنون بنشوف أخلاقه، بتقوله مجنون بنشوف كلامه، بنشوف تناقضات موجودة ولا مش موجودة، مرة بيسبح هيك مرة بيسبح هيك، مرة بتذكر مرة بينسى، بسطوا على أفكار الآخرين ولا لا، إلى آخره. ولذلك بدي أقول لكم عن واحد ثاني يتعلق بالدين الأحمدي. بعد ما تكلمت عن دين الاثنى عشري، ما هو الاثنى عشري دين، ما تظنوش انه هو الاسلام، انسوا انسوا اذا بده يتمسك بكل تفاصيل الدين الاثنى عشري. لكن احمد الكاتب مسلم، لانه هو صح شيعي بس مسلم، لانه لا يؤمن اصلا بعقائدهم الفاسدة المخترعة. تمام؟ طيب الان واحد اسمه هاني طاهر، فلسطيني من منطقة طول كرم، هذا تحول للدين الأحمدي، تحول للدين الأحمدي. ما إلهم نشاط على فكرة، إلهم نشاط في حيفا في الكبابير، إلهم مركز الأحمدية، وفي منطقة طول كرم على فكرة إلهم نشاط لأنها قريبة على جوا. فهذا من زمان يعني تحول للأحمدية وأصبح من المنظرين، أصبح من المنظرين للأحمدية، ودرس عربي هو يعني في جامعة فلسطينية هون، وأصبح من المنظرين، وكان يجي في برنامج دوري بث مباشر في فضائية الأحمدية. لهم فضائية، كانت في فترة ثم منعت وبعدين ردوا، شافوا قنوات ثانية يبثوا منها. طيب قعد معهم بجوز 15 سنة وهو ينظر. في شهر 8 آخر 8 2016، ليش بقول هذا التاريخ؟ لأنه إذا بدكم تحضروا له قبل هالتاريخ بعشرة 15 سنة، مش متذكر السنوات بالضبط، قبل هذا التاريخ بتجدوه بدافع عن الأحمدية وبنظر لها، من كبار المنظرين لها. آخر شهر 8 2016، بعد هيك تقدر تحضر له الآن، بيفضحهم لحد اليوم. لحد اليوم وبوريك شو كاين ميرزا غلام أحمد كذاب، لا أخلاقي، يسطو على أفكار الآخرين، يتناقض كذا الأخيري، بيجيب لك كله بالتفاصيل إله من آخر شهر 8 2016 لليوم، بينزل على اليوتيوب حلقات. فبالتالي هذا برضو شوف حكمة الرب، الآن راح هناك زي أحمد الكاتب، وين عاش؟ في حضنهم. وين التلمذ؟ على إيد المراجع. بعدين أجي أقول لك شو هذا. وهذا برضو كان مسلم، راح في الأحمدية 15 سنة مثلا أو أكثر، ما أدري الآن بالضبط. طيب تمام، بعدين طلع وهو إيش؟ عارف كل شيء. قال لك تفضل فضايحهم، شو هذا ميرزا غلام أحمد البكي دافع عنه. وبتشوف أو هذا يبدو راح يكون له دور في تدمير الأحمدية، حتى تعرفوا مكر الله، حتى تعرفوا مكر الله. اسمه هاني طاهر، هاني طاهر، تحضروا له إذا كان بدك تحضر له، وتشوف بعد إيش، بعد آخر 8 يعني بعد 27/8، بعد 27/8/2016 فما فوق. بعطيك تفاصيل، وحتى كل ما خلص 6 أشهر كان قال لك بمناسبة الذكرى 6 أشهر على الخروج عن، بعد لما صار سنة كان قال بمناسبة
طبعا هو بينهم فيه، بس برضو في كل مناسبة سنة وسنة ونص وسنتين وسنتين وشهرين بتلاقيه كان أعطى في مواضيع وبتجي دوله هذا يبدو رح يفركش. ما هو ببين لك، ما هو ببين لك، ما في ناس في النهاية بكون متأزم متأزم متأزم، أسئلة 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 أسئلة، هون خلل هون خلل هون خلل. ما هو الواحد مش من أولها بفلت، مش من أولها بفلت، مش من أول شبهة، مش من أول مش من أول. وإذا في بينه وبين نفسه صدق صدق بالأخير بقول لك وبعدين بطلنا نتحمل تمام. أما مش من أول شبهة يعني في حتى أي دين وأي كذا، مش من أول شبهة أنت يعني، لا، لأنه ممكن تكون هون أنت مش فاهم، هون أنت مش فاهم هون. بس لما يكشف المسألة كلها، وخصوصا أنه في كتب، في كتب للأحمدية ما كانتش مترجمة، لما ترجمت بيّن شو هو، ما كانتش مترجمة، ما هي مش باللغة العربية، في من كتبه مش مترجمة، فلما ترجمت إيش شو هذا، هذا آخره وتناقضاته وبياناته اللي كل يوم هو بيقول لك بالتفصيل. هذا للي مهتم بالأحمدية، انتم ما بلزمكمش أصلا، بس إذا في من ناس عارفين من أو يعني بقول كلهم خلاص احضر له الزلمة هذا وشوف يا أخي وين بتصفي. هذا ليش جبت أنا قضية إذن قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. لاحظ قل، هاي كمان قل، قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. سبق شرحنا، قل جاء الحق وزهق الباطل، لا هي بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، تذكروا هون هاي بتشبهها، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. خليني هون بس في هذه كل بدي أقرأها بطريقتين الآية الأخيرة هاي. لاحظوا الطريقة الأولى، قل جاء الحق، دككم معي شوفوا، وما يبدئ الباطل وما يعيد، إذن ما هون إيش استفهامية. كمان مرة، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، هاي واحد، أو نافية، كيف؟ قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. طيب نرجع للآية اللي قبلها، قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. على فكرة سبق قلنا القذف فيه الرمي من بعيد، وممكن يكون دقيق أن نقول الرمي بشدة، الرمي بشدة، الرمي بشدة. قل إن ربي يقذف بالحق، يقذف بالحق إيش؟ ممكن بعض الناس يقول تفسيرها موجود، بل نقذف بالحق على الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل. وممكن على فكرة الله سبحانه وتعالى يقذف الحق في قلوب المؤمنين، ممكن يقذف الحق على فكرة في قلوب المؤمنين، ممكن يقذف يقذف الوحي في قلوب الأنبياء والمرسلين. تمام، قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. طيب هون جيد نلفت الانتباه لقضية القذف اللي هو فيه معنى إيش الرمي بشدة، وغالبا الرمي من بعيد يحتاج إلى شدة، وهذه سبق أنه تحدثنا فيها القذف. وما أدري إذا لفت انتباهكم لقضية إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، مش هيك؟ مش فيها ما يوحى؟ إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى،
أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. طب ليش اقذفيه في حين وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. شوفون، طب ليش هنا ألقيه وهناك اقذفيه؟ دققوا معي. لأنه القذف فيه رمي بشدة. طب ليش ترميه بشدة؟ في الآية اللي هي بتقول وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا، طبعا فكرة ليش ما قالش فإن خفت، فإن خفت عليه، قال فإذا، حتى تعرفوا دقة القرآن دائما في البلاغة. لأنه الخوف كان وقتها منتشر، يعني الأغلب إنها تخاف عليه، الأغلب إنه يحصل، لأنه كان جنود فرعون يبحثوا ويدققوا ويهاجموا البيوت وتفاصيل ويفتشوا. فالخوف هو الأصل، لأنه سبق قلنا إذا استخدمت إذا في الأكثر، وإن في التشكيك الأقل، مش فإن خفت علي، لا، ما هو جو خوف. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت علي، وهي مشان اللي يحفظوا يعرفوا أنه إذا مش إن، لأنه كان جو الخوف، فإذا خفت عليه فألقيه. طب ولا ليش هناك إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه؟ هي محضرة التابوت، يبدو أنه صار جنود فرعون في الحارة، فأوحالها على طول اقذفيه. معناته في خطر. وين تبعتوا الفرق بين التنتين؟ هناك كان معطيها فكرة، رضعي، ولما بتخافي تلقيه في اليم بالطريقة اللي قلنا لك. والتابوت ما هو حاضر، الصندوق حاضر، حضرته. طيب لكن الآية الثانية تتعلق بإيش؟ يبدو الجو الآن صار جو إيش؟ جنود فرعون منتشرين، أجاه الوحي على طول أن يقذفيه، أن يقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. سبق قلنا اليم، شو هو على فكرة؟ هو الماء الكثيف، قد يكون نهر قد يكون بحر، كثافة. اليم اللي عكسها مي. شو عكس يم؟ يعني لما تقلب الحروف، شو عكس يم؟ مي. مي. فهنا إذا دير بالكم اليم، لا هو البحر ولا هو النهر، وإنما الماء الكثيف الذي قد يكون بحر قد يكون نهر، يم. طيب هو المشكلة إنه إحنا الآن كيف؟ لجة، ماء كثير، كثير الكثافة، يعني بدك في الفيزياء يعني الكثافة، طب ماء كثير. فهون اليم، وفي إيش بالعبري؟ يم. شو هو اليم في العبري يا عماد؟ البحر. دير بالكم البحر، بس هو مش البحر، ولا النهر. دير بالكم هذا في العبري يم البحر. في العبري في لفظة ثانية للنهر زي العربي. شو هي البحر؟ نهر. ولكن اليم ايش؟ لا، هو الماء الكثير. الماء الكثير، المي. طيب، لأنه فغشيهم من اليم، مش من غشيهم من اليم، اللي غشيهم شو هو؟ مي. فغشيهم من المي، يم ما غشيهم. تمام؟ طيب، هي كان لازم أنا، هو الحقيقة كنت بدي الآية الأخيرة اللي هي، لا هي اللي هي، دققوا، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. على أي حال، بدأ وأبدأ، أبدأ معناته جاء بشيء ملوش سابق، هذه البداية، أبدأ وأعاده، يعني رجعوا لصورته في المرة الثانية. وكان ممكن نفصل في موضوع عادة والعادات والعود وهكذا، وشو علاقة بعض لغة، لأن ما نقدرش. لكن اللي بدي أقوله، طيب أنا شايف، وكان لازم هاي نوقف عندها طويلا، ماشي على كل، إحنا في التفسير، إنه أنا شايف إنه جاء الحق على فكرة.
جاء الحق كفكرة، والناس مرات بيخلطوا بين المسلمين والإسلام. الإسلام كفكرة وعقيدة تقتحم، والمسلمين بأغلاطهم واعيين مش واعيين كذا الأخيري إلى آخر، ماخذين دروس مش ماخذين دروس، بنشوفهم مرات صح. هي في النهاية الفكرة راح تأخذهم إلى أعلى، نعم، بس ما نخلطش مرات بين ما ينتج عن أغلاط المسلمين أو تخلفهم أو فهمهم الغلط أو 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 والفكرة والعقيدة. لا، الفكرة والعقيدة تنتشر وتقتحم. هو لعلمكم هذه الآيات، قل جاء الحق بل نقذف بالحق على الباطل، في كمان آية قل جاء الحق، لعلمكم هذه الآيات الثلاث، قل جاء الحق وزهق بل نقذف بالحق على الباطل، قل اللي هي الآية هاي، قل جاء الحق، هذه كلها في سور مكية. شوفوا الثقة اللي كانت ثقة كاملة في آيات مكية والرسول مضطهد، كله سور مكية اللي فيها، سواء سورة الأنبياء أو سورة الإسراء أو سورة سبأ اللي فيها الآيات هاي، سبأ مكية، الإسراء مكية، الأنبياء مكية اللي فيها الآيات هاي، اللي عم بتقول لك جاء الحق انتهى الموضوع. طب اللي كان ينظر في زمن الرسول محاصرة والمسلمين مضطهدين ويقتلوا ويشردوا ويهاجروا إلى الحبشة وتفاصيله، بتقول لي قل جاء الحق؟ وهو أنا شايفه في هذا العصر جاء. والباطل على فكرة، الباطل الآن عم بنهزم ولا يستطيع أن يبدأ مشروع جديد ولا أن يعيد ماضيه. مثلا كان لازم نروح أكثر في التفسير، الشيوعية كمثال، أنتم شفتوها بعينكم وهذا من نعمة الله عليكم، انهارت وكان أكبر عداءها للدين، والدين أصلا هو الإسلام، أكبر عداءها للدين الله ورسالته، الله ورسالته الحق، تمام. طيب الشيوعية انهارت، عارفين شو انهارت؟ يعني لن تستطيع الآن هذه الفكرة أن تعيد بناء نفسها وتبني بناء جديد ولا تعيد اللي كان. وبكرة الأفكار الرأسمالية اللي بتزول وبتبدأ تتحلل، على فكرة لن تستطيع أن تبني في مواجهة الحق بناء جديد يواجهه، ولن تستطيع أن تعيد الميت. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. بس الناس لازم تكون عندها ثقة ووعي بالإسلام، وأنت المهم تكون مخلص للفكرة. وأنا قضية الناس، هو يفترض لما يكونوا مؤمنين يكونوا عباد لله، يضعهم حيث يشاء، خايفين من إيش؟ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.